للعالمين. هذا الدين لم يأتي رحمة للمسلمين، بل جاء رحمة للعالمين كل الإنسانية. ولهذا مسؤوليتنا نحن إبراز هذا، التأكيد على هذا، بل تحقيقه في سلوكنا، في ممارساتنا، في مجتمعاتنا. ولهذا الإمارات أطلقت عدة مبادرات نريد من خلالها ليس فقط إرسال رسائل إلى العالم، بل أيضا صناعة ثقافة لدى الجيل القادم في الإمارات، لأن هذا هو مستقبلنا. ومن أبرز هذه المبادرات استضافة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس في شهر فبراير الماضي، والاحتفاء بمؤتمر الأخوة الإنسانية، واعتماد وثيقة الأخوة الإنسانية التي تعتبر أول وثيقة في التاريخ تؤصل خارطة الطريق، خارطة المستقبل، يجمعنا كبشر فيما يتعلق بالقيم الإنسانية التي تجمعنا. ولهذا مهم جدا الإدراك أن نحن في الإمارات عندما نطلق المبادرات لا نطلقها كشعارات، بل نتبناها لكي يحتفي العالم بها من خلال برامج، مشاريع، مبادرات حقيقيه.